منو اكثر فريق لعبت وياه وما كانت عنده روح رياضيه؟ يعني يحب يضيع وقت، يحب يعني ما عنده روح. شوف كل رياضية. الفرق يعني احنا يمنا بالعراق، الفرق المتوسطه او الضعيفه تلعب ضد الجويه والزوراء والشرطه والفرق مثلا الكبيره الجماهيريه تضيع وقت، يعني حتى ما تخسر او تنهي بالتعادل او يعني مو هواي من الفرق، يعني ماكو فريق محدد، بس الفرق اللي تلعب ضد الفرق الزوراء والجويه والشرطه والطلبه والفرق الجماهيريه اكيد راح تضيع وقت. يعني زين اكو مثلا فريق عربي كان ما عنده روح رياضيه يكسر يعني فريق عربي؟ شوف هي مو تكسير، روح هي روح هي لعبه لعبه كره القدم لعبه رجال طبعا، اي فماكو يعني انه واحد يكسر، اكيد انا العب قوي المقابل يلعب قوي، فهي هاي كره القدم. زين منو اكثر جمهور تشيل له هم؟ تشيل هم ردود افعاله؟ الجمهور العراقي يعني. شوف هم جد انه دائما يحبون يعني من يشوفونك بالشارع يحبونك، لكن بالخساره ما يرحمون. يهاجمون مو يعني مو كشخص، انا اقول لك يهاجمون المنتخب المنتخب ايه بالخساره، وهذا احنا لو بشوف نقول حقهم، بس مرات يصير يعني زايد عن اللزوم. زين يعني وبنفس الوقت يحتفلون بكم هوايه من تفوزوا من اي من فوزي هم دائما احنا نكون احنا بنات فرحه وسبب حزن، رحم الله والديك، دائما نقول احنا من نيد نلعب نقول احنا ترى سبب فرحه الشعب. زين اكو يعني جمهور لنادي معين انت تنزعج منه شمر بطاله يعني؟ لا 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 بالعكس الجماهير كلها يعني هاي اخير لعبه احنا الزوراء والجويه